ايه؟ انا عايزك تجمد قلبك وحسب الله ده ما تخافش عليه، ده واعر قوي جن مصور، واللي اتفقنا عليه ماشي 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 ماشي. اقعد يا ابو العيله يا برد، انت بتيجي تساعدني عندك؟ اوعى تتحرك لو تخرج في المليان. قول يا فكيك يا فكيك، اوعى تتحرك. انا في عرضك يا شيخ الغفا. في عرضي يا حرامي؟ خرب بيتك يا ابو العيله وبيت شرطك المهببه. يا ساتر يا رب، مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ تعالى يا شيخ الغفا. اقول لك فكك منين؟ اقول لك فكك منين؟ مالك؟ قول لي فكك. مالك يا واد؟ عامل زي فرقع لوزك ده ليه؟ تكونش عارف مين اللي بيخبط؟ البوليس يا جماعه، البوليس. البوليس؟ والبوليس هيجي لنا لسه عادي. يكونوش جايين يسالوا عليك يا واد؟ انت عملت حاجه يا واد؟ عملت ايه؟ ما انا نايم جارك طول الليل اهو. طب قوم افتح الباب. ليه يا امك؟ ليه تسلميني التمن بيدك؟ ليه يا امك؟ مش ولدك. يخرب بيتك، قول افتح الباب. قال لي هيتهدم الخط. يلا يا واد يلا افتح يا واد. مالك يا ري؟ ايه اللي جابك الساعات؟ حسب الله حسب الله، ما رجعش حد دلوقتي يا ام. تلاقيه متنيل سكران ولا مصطول ومش قادر يرجع. مش عادته، ما طول عمره بينسطل وبيسكر وبيرجع برضه. ما عوايده منيله. ما هو ايه؟ انت عارف هو فين؟ ما تنطق يا واد. حسب الله اتحبس، اتقبض عليه في الطن. في الطن؟ يا خرابي، عمل ايه عشان يروح الطن؟ عمل ايه يا واد؟ مسكوه هيسرق شوال قطن من الوابور اللي شغال فيه. يا مصيبتك السودا يا ريا. هي مصيبة واحدة؟ دولكم مصايب. كان يوم اسود يوم ما اتجوزتيه. وعرفت وسايبه جاي تتخبط هنا؟ أمال كنت عايزاه يعمل إيه؟ يتحبس معاه عشان تنبسطي؟ محكمة! ها
حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسب الله سعيد مرعي بالسجن 6 شهور مع الشغل والنفاذ. يا خراب بيتك يا رعية! تقومي تيجي تقف قدام الباب والحكم واقفين معايا؟ طب اديك الحاجة ازاي؟ جبتهم معاك؟ لا روح استنيني في العنبر اللي هناك ده، هصرف الروشتة دي واجيلك على طول. بس ما تعوقش علي. بسرعة والنبي يا زكي فندي، أصل الدكتور فتحي عايز الأدوية دي للعيانين في عنبر الحميات. طول بالك علينا شوية يا سي أحمد، أديك شايف مش ملاحقين. ربنا يقويك يا زكي فندي. اتفضل يا سيدي ومديلي هنا. انت كمان عاوز تاخد روشتة الدكتور معاك؟ خدي دول يا سكينة، حطهم في الطرحة بتاعتك بسرعة. وخلي بالك وانت ماشي، اوعى حد يشوفك. هتخلص امتى؟ هجيلك بعد العصر، يلا. طب اقعد بالعافية. مع السلامة. خلي بالك من نفسك. جبتلي ايه معاك؟ كل حاجة، ما ناقصة إلا الجبنة التركي. وما جبتهاش ليه يا بوز الفقر؟ معلش، أصل كنت بعافية شوية. بعافية شوية. معاكي فلوس؟ معيش إلا 3 ساغ دول هاكل بيهم أنا والبيت. هاتي. روحي كلي عند أمك. أنا عارف إيه اللي كان وقعني فيكي، وقع مهبب بطين. وأنا كنت عملت لك إيه عشان كل ما تشوفني تسم بدني كده؟ يا ريتك يا اختي كنت عملت. طب اعملي زي اختك وهربي، اقل ما فيها كنت خلصت منك ومن خلقتك. الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. بياخد الدواء في مواعيده ولا ما بياخدوش؟ بياخد ساعتك يا دكتور. اخر مره خد حقنه امتى؟ حقنه؟ انا ما خدتش حقنه يا دكتور. ازاي الكلام ده راجل طيب؟ ده النهارده الصبح واخد حقنه يا دكتور، واخد حقنه اول امبارح. هو بس بينسى شويه، ده بينسى كمان انه كان ايه يا احمد، كلهم بينسوا عندنا ولا ايه؟ هو حد يا دكتور قال لك انه ما خدش الدواء قبل كده؟ لا يا سي احمد، انا الحال ده ما بقاش يعجبني. انت لازم تشد حيلك شويه يا اخويا وتدبر لي فلوس. انا زهقت وتعبت، مش حطتها من بلد لبلد، وبجاش عليا غير رقص الموالد. انت عايزه ايه؟ عايزه اتلم في ظل راجل واتستت زي بقيه النسوان، ولا انا يعني ماليش نفس، تاني وسطي اتخلع من كتر الرقص. هي الفلوس اللي انا بديها لك يا بنت مش مقضياكي ولا ايه؟ كل حين ومين لما تبيع لك جزازتين دوا بجرشين. خلاص انا هخبط لك خبطه كبيره ترفعنا لفوق وتريحك من شغل البهدله ده. موت يا حمار.